هتكون مواضيع متعددة متنوعة، ما لها موضوع معين. للأمانة هذه المساحة قاعد أجرب شيء جديد، جالس أجرب إني أنا أسوي اللهم صل وسلم عليه، أسوي سبيس وفي نفس الوقت أسوي بث عبر التيك توك. حياك الله يا دكتور محمد الوليدي. حديثي موجه للأشخاص اللي ما عنده رأس مال، يعني ما عنده مبلغ يقدر والله يبدأ مشروعه التجاري أو يشارك أحد، أو والله يأخذ له عقار يكون مدر للدخل ويبغى يزود دخله، يعني فعليا فعليا راتبه قليل وما عنده فلوس ويفكر في زيادة الدخل، هذا ما عنده رأس مال. وبالتالي أي طرح في هذا الخصوص، إذا أنت بتطرح حلول عملية، مهم جدا شخص يعني جهة عملك تحتاجك بشكل كبير، وبالتالي مع الوقت يتم إعادة تسعير وظيفتك وبالتالي يزيد دخلك. ثم تحدثت عن موضوع العمل كفريلانسر أو الموظف المستقل، أنك أنت تشتغل بتقديم خدمات. جماعة الخير الموجودين، أبغى شخصي عبد الله السهلي، خلك معي، إذا الصوت ما كان واضح بلغني تكفى. مرسول، يعني التطبيقات هذه اللي تتطلب يعني مهارات سهلة وكثير من الناس يقدر يقدمها وسعرها يصير رخيص. لما تصير المهارة صعبة، لا، يصير إيش العملية مجدية إنك أنت تشتغل فيها. طبعا بعض الأشخاص يقول لك يا أخي أنا أصلا ما عندي مهارة، كيف ألقى مهارة؟ تحتاج أنت تبحث عن الأشياء اللي تقدر تتعلمها. يعني ممكن أنت يكون عندك، وأعتقد في مواقع زي صبار وفي مواقع كثيرة تسوي الحاجة هذه يا جماعة الخير، يعني موضوع أنك أنت تتعاقد مع جهة بالعمل في ساعات معينة، مثلا 3 ساعات في الويكند أو 4 ساعات في الويكند أو ساعتين كل يوم، لها هي من اسمها مرنة، بينك وبين صاحب العمل، بينك وبين صاحب البث. يقطع؟ ما زال يقطع. هذه عشان تزود دخلك بدون رأس مال. الكلام هذا مو كلام فاضي، مو كلام تنظيري، لا، ناس كثر سووا الشيء هذا وشافوا نتيجة، ناس كثر سووا هذا الشيء وشافوا نتيجة. كونك أنت مو مصدق هذا موضوع آخر، هذا الشيء موجود الآن، ادخل الآن وانت بعد ما نخلص البث أو خلال البث، ادخل فقط على جوجل، اكتب مستقل، اكتب خمسات، اكتب بحر، شوف الناس اللي تقدم خدمات. انا شخصيا اتعامل مع فريلانسر، مقاطع الفيديو الموجوده على التيك توك، الفيديوهات هذه اغلبها مسويها لي واحد فريلانسر، كنت اعطيه الظاهر 50 ريال على المقطع او شيء زي كذا، ياخذ المقطع مقاطع لي انا، قصقصها ظبطها وخذ هذا المبلغ وصلى الله وبارك. طيب، وقس على ذلك اليوم تصميم المواقع، التسويق الإلكتروني، كتابة المحتوى، التصميم، كل الخدمات اللي أنت تتخيلها في ناس تدفع مقابلها، في ناس تدفع مقابلها. أنت فقط ابحث عن الشغلة اللي أنت تقدر تسويها والناس مستعدة تدفع فلوس، سوها وقدم الخدمة ذي وزود دخلك. لأنه أنت من يوم ما تتخرج من الجامعة، مجرد ما تدخل سوق العمل إلى فترة التقاعد، هذه الفترة اللي أنت دائما تزود دخلك النشط قد ما تقدر. ليش تزود دخلك النشط؟ بكل بساطة حتى يكون عندك فائض في دخلك، شيء ما تصرفه، يتم استثماره وتبني محفظتك الاستثمارية على المدى الطويل. بس فقط انت ما تحتاج شيء ثاني. كذلك ممكن انت تقول لا والله انا ما راح لا اشتغل لا فريلانسر ولا راح اشتغل في مهن مرنة، انا راح اركز على وظيفتي وازود دخلي. اذا راتب اليوم 5000 ابغاها 10000، اذا راتب اليوم 10000 بخليه 20، اذا راتبي 20 بخليه 40، وهكذا. تشتغل على موضوع انك انت تزود دخلك، وفي ناس كثير سووها، شفنا ناس كثير كانوا في يوم من الايام يعتقد انه زياده دخله من خلال وظيفته شيء صعب، لكن الحقيقه والواقع يقول انه لا، في ناس تزيد دخولها بشكل كبير من الوظيفه. وسوق العمل يحتاج الناس المميزين. اذا انت اليوم تقدر تزود مبيعات شركه ولا جهه 100%، لا تتوقع انه هذا مجانا، لا تتوقع انه مجانا، في جهه راح تقدم لك المقابل اللي انت تستحقه. اذا صنعت فارق في ناس بتدفع لك فلوس. طبعا هذا في مجال زيادة الدخل، موضوع زيادة الدخل. أنا طبعا أني أنا أتكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقة، كثير من الناس يعتقد أن الموضوع سهل، لا، الموضوع فيه صعوبة لكنه ممكن، العملية ممكنة، يمكن تحقيقها، وشفنا أمثلة كثير. تفقط حط في بالك الشيء هذا وتستطيع. طبعا زي ما قلت لكم هذه مساحة مفتوحة، راح نستقبل فيها أسئلة وناخذ أسئلة ومشاركات من الجميع، من الجميع. يجي عندنا بعدين، بعد ما انت اليوم انت يعني زودت دخلك،
بالطرق اللي احنا تكلمنا عنها او بكل الطرق ممكن تشتغلها كلها. ترى في ناس اليوم رواتبهم عاليه ووظيفهم كويسه ويشتغل فريلانسر في الويكند وكذا وقاعد يزود دخله ويصنع الفائض هذا. طبعا خلاص الان زاد دخلك، تيجي مرحله اللي هي يجب ان يكون لديك مهارات الاداره الماليه الشخصيه. اذا انت ما عندك الحد الادنى من المعرفه في اداره دخلك ومصاريفك، انت يعني بتكون في دائره يعني ما راح تنتهي، لان كل ما زاد دخلك زادت مصاريفك، زادت دخلك زاد مصاريفك. كنت في يوم من الايام تروح مستوى معين من المطاعم، ها صرت تروح مطعم مستوى اعلى. كنت يوم من الايام تسافر مثلا درجه سياحيه، صرت تسافر بزنس كلاس. كل ما زاد دخلك زاد مستوى معيشتك. كنت تشتري نوعيه معينه من الملابس، صرت تشتري مستوى اعلى من الملابس، وهكذا. كل ما زاد دخلك زاد مصاريفك، بالتالي ما صار عندك فائض. والواقع اليوم لو انتم تعرفون اشخاص رواتبهم او دخولهم عاليه، تجد بعضهم مو بجالس يدخر ابدا، كل فلوسه قاعده تروح على اشياء استهلاكيه، وبالتالي ما صار عنده فائض. فهنا تيجي مرحله اللي هي تعلم مهارات الاداره الماليه الشخصيه. مهارات الاداره الماليه الشخصيه انك تعرف كيف تدير دخلك ومصاريفك ويبقى عندك فائض. هذا الفائض طبعا في اولى الشهور يكون لبناء سيوله الطوارئ، وبعد ذلك تبدا عمليه الاستثمار. والاستثمار خياراته كثيره وحسب اهدافك، اللي هي اهداف قريبه. اذا عندك اهداف قريبه لا، من الخطا انك انت تستثمرها في يعني اصول استثماريه عاليه المخاطر زي الاسهم والعقار، بينما الاهداف البعيده لا، بالعكس من المجدي انك تستثمرها في الاسهم والعقار على المدى الطويل، تكافئك بشكل كبير. طيب هنا اعتقد عبد الله او خالد عندكم سؤال؟ اللي عنده سؤال يا جماعه، عبد الله جاهز يا عبد الله تسالنا سؤالك او خالد؟ طيب لا عبد الله ولا خالد جاهزين للاسئله. اللي عنده اسئله يقدر يكتبها لنا هنا. طبعا موضوع الاستثمار يا جماعه الخير، كثير من الناس يعتقد ان العمليه صعبه. العمليه جدا جدا تعتبر يعني كمعرفه يعتبر موضوع سهل. انت ما انت جاي اليوم تقول والله انا بنافس وارن بافيت ولا بنافس بيتر لينش، لا، انت في النهايه تبغى تحقق عائد معقول على المدى الطويل بدون بذل مجهود، هذا المطلوب. انت لست متخصص، انت تبغى تحقق عائد معقول. تفضل يا عبد الله. تفضل يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير استاذ عاصم والاحبه الغالي. حياك الله يا عبد الله، يا اهلا وسهلا، نورتنا. الله يخليك ويسلمك يا استاذ الفاضل. انا والله العظيم يعني الحمد لله ادخرنا مبلغ كويس. شوف عبد الله، عشان اختصر لك السالفه، الاستثمار هو اتجاهين. ركز معي، هو اتجاهين. الاتجاه الاول هو الاستثمار الاقتصادي، انك تحط وقت وفلوس ومجهود وخبره ومعرفه ودراسه مع بعض وتسوي مشروعك الخاص. مشروعك الخاص قد يكون متجر، قد يكون مصنع، قد اي شيء يتطلب وجودك ويتطلب مهاره ومعرفه وخبره. اوكي، هذا اسمه استثمار اقتصادي. وفيه شيء يسمى الاستثمار النقدي، اللي يصلح لأغلب الناس، اللي تقدر تبدأ فيه بأي مبلغ، بعكس الأول في حد أدنى عالي بحسب المشروع. اللي بيسوي له مغسلة مو بزي اللي بيسوي له مصنع، معي؟ اللي بيسوي له مطعم مو بزي اللي بيسوي له كشك، يختلف. فهذا اسمه استثمار اقتصادي، وهذا لا يصلح لأغلب الناس. أغلب الناس يصلح يكون شاطر في وظيفته، في شغلته، في عمله كفريلانسر، ويستثمر أمواله البسيطة في الاستثمار النقدي. هذا الاتجاه الثاني. أنت معي يا عبد الله؟ نعم نعم أسمع. ممتاز ممتاز. لا أنا بس أتأكد إنه صوتي واضح. لا ممتاز. يجي الجزئية الثانية اللي هو الاستثمار النقدي. الاستثمار النقدي ليس له حد أدنى يا جماعة الخير. تقدر تبدأ بأقل مبلغ، ب500 ريال، ب1000 ريال، ب2000 ريال، ودائما ينصح بالاستثمار الشهري فيه. أوكي؟ طبعا هنا لازم أنوه على شغلة، مش أي أحد يجيك اليوم عبر أي تطبيقات يقولك تعال لدينا استثمار ناجح، أو يدعوك إلى الثراء. أي شخص يدعوك إلى الثراء السريع أو الثراء المفرط في وقت وجيز، هذا نصاب محتال.
لا يوجد معادلة سهلة أو يمكن تطبيقها أو يمكن تعليمها عشان أكون ثري ثراء فاحش، ثراء مفرط، كلام فاضي. الثراء البطيء نعم يمكن تحقيقه، وهذا اللي نعرفه وهذا اللي نعلمه وهذا اللي ندرب عليه وهذا اللي نسويه من سنين. أوكي؟ الاستثمار النقدي يا عبد الله يا حبيبي هو تقريبا نتكلم عن 5 أنواع من الأصول الاستثمارية. السلع، السلع زي الذهب، زي الفضة، زي النحاس، زي القمح، زي الذرة، زي النفط، هذه اسمها كوموديتيز، السلع. وبعدين عندك أنت 4 أنواع الأخرى اللي هي الأسهم والعقار والسندات والبديل الشرعي لها اللي هي الصكوك، وعندك بعدين اللي هي أسواق النقد اللي هي الودائع والبديل الشرعي لها المرابحة. 5 أنواع من الأصول الاستثمارية. عشان أنا أستثمر فيها استثمار نقدي لها طريقتين. الطريقة الأولى أغلب الناس ما تصلح لهم، اللي هي أنا قاعد أتعلم تحليل مالي وأتعلم إدارة المحافظ وأتعلم تحليل اقتصادي وأتعلم عدة علوم عشان أنا أدير استثماراتي بنفسي. هذه ما تصلح إلا للشخص اللي هو أصلاً متخصص وهذه شغلته. فمن المنطقي إنه يوجه وقته وخبرته وجهوده بهذا الاتجاه. 99.99% من الناس يستثمر في ال5 أصول هذه من خلال إيش؟ من خلال الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية بالآلاف كثيرة جداً، لكنها إيش؟ توفر عليك وقت وخبرة ومجهود. ما يحتاج تلاحق، ما يحتاج تتابع، فقط هي منهجية مستمرة أنا أضخ بتوزيعة معينة. هذا الإيش؟ هذا الاتجاه اللي يصلح لأغلب الناس، اللي أي واحد فيكم يقدر يسويه. طيب كيف نقدر نسويه وإحنا والله أنا طبيب، أنا مهندس، أنا طيار، أنا معلم، أنا ما لي علاقة في الشغلة، كيف أسويها؟ أيضا أمامك 3 طرق. عقدتك يا عبد الله صح؟ متابع معي. طب خلينا نرجع ورا شوي بس عشان نتأكد ان الكل معانا. عشان انا استثمر مدخراتي امامي اتجاهين، الاتجاه الاول الاستثمار النقدي، الاستثمار الاقتصادي ثم الاستثمار النقدي. الاستثمار الاقتصادي اني انا استثمر اموالي في مشروعي الخاص، وهذا احتمالية الفشل فيه عالية ومخاطره عالية وارباحه عالية. اوكي، هذا ما يصلح لاغلب الناس لكنه موجود. الخيار الثاني اللي هو الاستثمار النقدي. الاستثمار النقدي راح يكون في 5 أنواع من الأصول الاستثمارية: السلع والأسهم والعقار والسندات والبديل الشرعي لها الصكوك وأسواق النقد اللي هي الودائع والمرابحة. 5 أنواع من الأصول الاستثمارية، وهذه فيها اتجاهين. الاتجاه الأول أن تستثمر أموالك بنفسك. الاتجاه الثاني أنك أنت تستثمر عن طريق الصناديق الاستثمارية والتي تصلح لأغلب الناس. ليس كل الصناديق تصلح لكل الناس، صناديق أنواع وأشكال، في منها الجيد في منها السيء، لكنها خيار جدا ممتاز إذا أتقنتها خلاص انتهيت. طبعا عملية التوزيع، عملية توزيع استثماراتك تبدأ بمرحلتين يا عبد الله. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة توزيع الأصول، يعني قد إيش بحط سلع، قد إيش بحط أسهم، قد إيش بحط عقار، يعني نسبة ما أستثمره من أموالي في هذه الأصول. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تليها فورا اللي هي إيش؟ في أي الصناديق. أنا أوكي خلاص بستثمر في الأسهم، 70% من استثماراتي بتكون أسهم وعقار، 70% من استثماراتي بتكون أسهم وعقار. طيب بستثمرها في أي صناديق؟ فيه آلاف الصناديق الاستثمارية، في صناديق استثمارية في السوق السعودي، في صناديق استثمارية في أمريكا، في صناديق استثمارية تغطي الدول الناضجة، في صناديق استثمارية تغطي الدول الناشئة، في صناديق استثمارية، يعني عدة أنواع من الصناديق الاستثمارية. طبعا أنا بستثمر في أي منها؟ طيب الصناديق الاستثمارية أيضا هناك الساكن وهناك النشط. طب أنا كيف بختار؟ طب في شيء يوزع في شيء ما يوزع؟ هنا تبدأ مرحلة اللي هو 70% حقة الأسهم والعقار في أي الصناديق. هذه المرحلة الأخيرة. ما أدري كذا أعطيتك يعني اتجاه للإجابة يا عبد الله ولا عقدتك أكثر؟ إيه. طيب شوف يا عبد الله، هنا قبل شوي واحد كاتب انه تنويع الاصول الاستثماريه يتطلب راس مال كبير، وهذا الكلام يا جماعه الخير خطا 100%، لانك انت ب 1000 ريال، مو ب 1000 ريال، ب 10 ريال الان، ب 10 ريال اقدر اخلي فلوسك موجوده في اكبر 100 شركه في العالم موافق للشريعه الان. ضغطه زر فلوس ال 10 ريال دي موزعة على 100 شركة وصندوق موجود في السوق السعودي. اليوم ب 1000 ريال ولا 2000 ريال تقدر تنوع استثماراتك على أكبر 3000 شركة في العالم. اليوم عملية توزيع الاستثمار، نحن اليوم في عصر تقنية، اليوم يمكن تنويع وتوزيع الاستثمارات تنويع جغرافي
وتنويع على مستوى الأصول برؤوس مال بسيطة. أغلب الناس اليوم يضيع وقته لأنه يبحث عن نتائج إيش؟ سريعة. النتائج السريعة لا يمكن تعليمها، لا حد يضحك عليك، لا أنا ولا عشرة زي يقول لك تعال سو واحد اثنين ثلاثة أدخليك ثراء ثراء، يعني ثري ثراء مفرط في وقت وجيز. للأسف هذا الخطاب وهذه الطريقة تصلح لأغلب، يعني كثير من الناس يعجبه، يا أخي هذا بيعلمني كيف أصير، أنا بحركة بسيطة كذا بصير ثري. لا يا حبيبي ما بكذا، ترى يعني الطمع والكسل والجهل الثلاثي هذا خطير. الجاهل اللي ما يعرف اللي يضره، الطمع اللي يخليك تبغى تصير ثري ثراء مفرط، الكسل اللي يخليك ما تبغى تبحث عن المعلومة الصحيحة، وش اللي يصير معك؟ تضيع فلوسك، تضيع مدخراتك، تقعد تكرف من الصباح لليل وتجمع لك 1000 2000 3000 4000، ويجيك شخص محتال نصاب يستخدم لغة الدين، للأسف يستخدمون لغة الدين، ها، ويروح يقول لك تعال أنا أخليك ثري ميتافيرس مدري الخرابيط حقتهم ذي. هذول ضيعوا الناس وضيعوا فلوس الناس. للأسف إنه بعض الناس يقول لك أنا بحط 1000 ريال عادي خلها تروح، لو جت ولا ما جت يا أخي ليش كذا. حتى أتذكر والله هذه قصة حقيقية، جاني واحد عبر التويتر قال لي يا عاصم أنا معاي 2000 ريال، صراحة ما أفتكر المبلغ بس يا 1000 يا 2000 يا 3 شيء زي كذا، وجاتني شركة وقالت لي تعال استثمر معانا وحنا بنعطيك ربح شهري. بمجرد ما يقول لك ربح شهري يجب أن تخاف. وش رأيك؟ قلت له هذول نصابين ومحتالين. قال لي بس أبغى أجرب. قلت له اسمع إيش رأيك تعطيني إياها؟ قال لي ليش؟ قلت له أنا بأخذها وما رح أرجعها لك بس بدعي لك. طبعا أنا مازحه، أعطني إياها وبدعي لك، هم بيأخذونها وما رح يدعو لك. وراح وبعد شهر رجع لي وقال لي للأسف أنا تم النصب علي وتم الاحتيال علي وراحت الفلوس اللي أنا استثمرتها معه. فطبعا يعني الشخص الخسران وكذا ما ينفع انك انت يعني تعطيه كلام قاسي او تقول انت غلط وانا حذرتك وانا لا، الكلام هذا ما يصنع خسران لا تزيده يعني. فضحكت معاه وقلت والله يعوضك وكذا، وثم استأذنت بنشر المحادثة وفعلا نشرت المحادثة. وبشكل يومي يجوني اشخاص ويقولوا لي والله يا عاصم احنا عندنا الفرصة الاستثمارية الفلانية. يعني يا صديقي انا اتذكر لما كنت اشتغل في الشركات الماليه، كنت اشتغل في اداره الثروات، الشركه الماليه ما تروح لشخص وتكلم وتتواصل معه وتزوره وكذا الا اصحاب الملايين اللي معاه 3 مليون واكثر، 5 مليون واكثر، 10 مليون واكثر، 100 مليون. هذول الاشخاص المجدي انك ترسل له موظف براتب عالي عشان يتكلم معاه فيما يخص الاستثمار. اما انت يا ابو 2000 يا ابو 3000 يا ابو 4000، أنا أعرف إنه هذا أغلب الناس اليوم دخولهم منخفضة، شيء عادي، أنا ما أقلل من قدر أي أحد، لكن الشركات المالية شركات ربحية توجه مواردها وموظفينها للشخص اللي معاه أموال. الأشخاص اللي ما عندهم رؤوس أموال كبيرة توجد لهم حلول زي مثلاً الروبو أدفايزر أو المستشارين الماليين موجودين في السعودية اليوم، في 3 شركات مرخصة وفي شركة رابعة قريبة راح تكون موجودة، فتقدر تستثمر من خلالهم. تقدر تدخل دورات في إدارة الثروات تتعلم الحد الأدنى من المعرفة الاستثمارية اللي تخليك تستثمر أموالك في الصناديق الاستثمارية. لا تخترع العجلة، لا تخترع العجلة، ما يحتاج تخترع العجلة. لا تجي تقول والله يا أخي فكرة السيارات ممتازة، خلني أنا أروح في الجراج بسوي لي سيارة. مو بكذا، تعلم كيف تقود السيارة، كيف تتعامل بالسيارة، واشترلك سيارة موجودة بتدفع فلوس، كل شيء ندفع عليه فلوس. لما نطلب من المطعم دفعنا فلوس، لما نطلب من البقال ندفع فلوس، لما نطلب من التطبيقات ندفع فلوس، صح؟ الله يعزكم، الله يعزكم ويكرم السامعين، لو صار عندك مشكلة في دورة المياه رحت جبت لك سباك، ما قلت بروح أجرب بنفسي وبتعلم، ما تسوي كذا. طيب هل أموالك أقل قدرا من دورة المياه؟ يعني الفلوس اللي أنت تعبت عليها أقل قدرا؟ تعبت عليها هذه فلوس ما جات ببلاش، ما لقيتها مرمية. ابذل الجهد اللازم والكافي انك ما تكون على الاقل ضحية، انك ما انه ما يتم الاحتيال عليك، هذا اقل تقدير. يا اخي لا تستثمر اذا ما عندك استعداد ان يكون عندك الحد الادنى من المعرفة الاستثمارية. حرام حرام انه احنا سايرين كذا كاننا ملطشة طبعا موضوع الاحتيال المالي موجود في العالم كله حقيقة، فاحنا لاننا سعوديين او لاننا خليجيين نسمع حول محيطنا فنعتقد ان احنا الوحيدين، لا هو حول العالم، حول العالم موجود. لكن يعني احيانا لما تشوف قصص الاحتيال والله يعني يا جماعه الخير شيء مبكي، والله شيء مبكي. انا شخصيا اتاثر،
يجيك شخص أخذ مكافأة نهاية الخدمة، رجال كبير عمره 64 سنة، أعطوه مكافأة خدمة 700 ألف، وتروح نصب واحتيال حتى ما هو قادر يقول لعياله. هذا شيء مؤلم يا جماعة الخير، شيء مبكي، مو مؤلم بس مبكي. تخيل أنك أنت في مكان بشكل يومي يجونك ناس يرسلون لك أنهم تعرضوا لحالة احتيال. مهما تكلمنا ولا والمبكي يعني ما ادري هو مضحك ولا مبكي، ولا يجون يدخلون على قناه اليوتيوب حقتي وحقت حق الشباب اللي شغالين في نفس النشاط اللي هو موضوع الوعي المالي وموضوع الاستثمار، ياخذون جزئيه من كلامنا، ياخذون من مقاطعنا من اليوتيوب من التيك توك من السناب، ياخذون يحطون يرفعون يحطون روابط احتيال، يعني يستخدمون مقاطعنا للاحتيال على الناس. ومهما سوينا مهما بلغنا مهما فعل ما نقدر احنا اللي نعول عليه واللي نراهن عليه اللي هو وعي الناس. ترى انت اليوم اغلب اللي موجودين، يعني انا اغلب على ظني ان الموجودين، حياكم الله جميعا اللي موجودين معنا، حياك الله يا فوزي يا حبيبي، ال 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 يعني اغلب الناس اللي يسمع كلامي اليوم، انا اتوقع اغلب الناس اليوم يسمع كلامي او يعرفني على الاقل عنده وعي مالي. ليش؟ لاني انا ما اتكلم الا عن الوعي المالي، كيف أدير دخلي وكيف أدير مصاريفي وكيف أستثمر، كيف أتعامل مع الديون، كيف أتعامل مع البطاقة الائتمانية، كيف أزود دخلي، كيف أتطور وظيفي. هذه المواضيع اللي أتكلم عنها، أي شيء له علاقة بالفلوس. فغالبا هؤلاء الناس شوي عنده وعي، فتلقاه ما يروح يتكلم مثلا مع والده، مع الوالد، مع الوالدة، مع أخوانه، مع أخواته، مع زوجته، مع الأشخاص الناس، لأنه يعتقد، يعني تذكرون العبارة يقولون كل يرى الناس بعين طبعه، هو يعتقد أنه لأنه فاهم أن كل الناس فاهمين. لا والله مو كل الناس فاهمين، لا. إذا جلست في مجلس، جلست مع أصحابك، جلست مع أصدقائك، تكلم معهم، تكلم عن قضايا الاحتيال، تكلم عن عمليات الاحتيال اللي قاعدين يسوونها اليوم، قاعدة تتطور. ومهما كافحنا ترى كل شوي تتغير الطرق، وراح تستمر الاحتيال المالي على مر التاريخ مستمر. أشهر أنواع الاحتيال المالي اللي هي بونزي سكيم، بونزي سكيم أو احتيال بونزي. هذا واحد إيطالي راح أمريكا كان يستخدم عملية تبديل الطواقي، إنه يجي للناس يقول تعال حط معي 10,000 وأنا بعطيك شهرياً 5%، شهرياً بعطيك 500 ريال، يروح للأول يروح للثاني يروح يجمع فلوس يجمع فلوس، ثم يعطيهم من فلوسهم، يعطيهم من فلوسهم، يعني هو مو بجالس يستثمر، يحاول يجمع فلوس قد ما يقدر ثم يختفي. هذه يعني كلاسيك تقليدي، وما زال يتم، وما زال يتم الاحتيال على الناس، يصير بشكل مستمر. فهو والله شيء مبكي. أنا شخصيا ما أعتقد أنه في يوم من الأيام راح أتوقف عن التوعية في هذا المجال، راح يستمر جزء من الخطاب، لن يكون كل الخطاب، لأنه في النهاية عندنا مواضيع أكثر ودنا نتكلم عنها، ودنا نتكلم عن كيف الواحد يتطور وظيفيا، كيف الواحد يترقى. ليش أنا اليوم في بعض اليوم أشخاص تلقاه مثلا موظف له 10-15 سنة يقول والله مديري ما يحبني، شركتي ظلمتني، أنا مو بجالس يزيد دخلي، وش أسوي؟ يعتقد أن المجتمع والعالم كلهم ضده وهو الصح، والسنين تمر ولا يمكن تعويض ذلك. وغيره لا، قاعد يترقى، كان راتبه 5,000 صار راتبه 7,000 ثم 9,000 ثم 12,000، ويزيد، ومع مرور الوقت قاعد يزيد دخله، وقاعد يدخر ويستثمر وينمو ويكبر. وفي غيره لا، قاعد مكانك سر. ليش ما نتكلم عن المواضيع هذه؟ هذه مواضيع مهمة. ليش ما نتكلم اليوم بعض الأشخاص اللي يشتغلون بعض الوظائف اللي ما تكون حقيقة بعض الوظائف، أنا ما أبغى أسميها، لكن بعض الوظائف طبيعتها ما فيها ترقي وظيفي، صعب إنك تترقى وظيفيا فيها. أكيد أنكم تعرفون بعض الوظائف اللي زي كذا فيه، نعم، حتى الناس تصدق كلامك وتسمعك بشكل جيد يجب أن يكون كلامك واقعي. نعم، يوجد وظائف أو جهات الترقي فيها ما هو بزي القطاع الخاص وبعض الشركات الربحية، لأن الشركات الربحية أنا اليوم عندي موظف راتبه 10,000 ولا عندي موظف راتبه 5,000، هذا الموظف قدر يدبل مبيعاتي، لا أنا بروح أزود راتبه. واحد قدر يقلل تكاليفي، أنا بزود راتبه. واحد أنا أعتمد عليه في كل شيء، بزود راتبه. اسألوا أي صاحب أي نشاط تجاري، أنا عندي مكتب للاستشارات المالية وأقدم دورات وأقدم استشارات. طيب الأشخاص اللي يساعدونك إذا كان هو قاعد يربح، لازم يربح هو في النهاية، لازم الجميع يربح. إذا فهمت هذه اللغة وعرفت أن العلاقة الوظيفية ما هي بعلاقة تفضل من شخص لآخر، لا، هي علاقة تكاملية، أنت تضيف لصاحب العمل، هو يضيف لك، كلاكم تساعدون بعض، وهي علاقة تكاملية. يعني يسمونها win win situation، يعني هي فيها ربحية للجميع. لا تعتقد أنه في أحد متفضل على الثاني أبدا. في اللحظة اللي تشعر أن اللي يوظفك أو اللي موظفك قاعد يتفضل عليك، ترى أنت مسكين، أنت تحتاج مساعدة، تحتاج تتحرك، تحتاج تتحرك.
يجب أن تعمل في مكان هم يحتاجونك وأنت تحتاجهم، الراتب الزين. هذا الكلام اللي أنا أقوله من سنين، والكلام هذا أنا والله ما أقوله تنظير أبداً، لا والله، والله إني أنا شفتها في حياتي، وشفتها في الناس اللي حولي، الناس الشطار. يعني إذا أنت اليوم البيئة اللي حولك أو المجتمع اللي حولك ناس طموحهم منخفض، دخولهم منخفضة، تفكيرهم لا مش أبعد من يعني بعد قدميه، يعني هنا قريب منه، أنت راح تفكر زي طريقة تفكيره. إذا فكرت أبعد منهم بشوي بتشعر تجاه نفسك شعور مرة كويس، تقول أوه أنا أحسن منهم، أنا سويت كي أنا اشتغلت أوبر، تحس إنك أحسن. لا لا مو بزين، اشتغلت أوبر ولا كريم مع احتراماتي لك مو بزين، لأنه آلاف الشباب والبنات اليوم يشتغلون الشغلة هذه دخلها منخفض. طب تعلم مونتاج، تعلم تسوي مونتاج، تعلم تصمم مواقع، تعلم برمجة، تعلم تصميم، تعلم كتابة محتوى. كتاب المحتوى اليوم رواتبهم مو أقل عن 15,000 ريال، عملة نادرة. كاتب المحتوى الشاطر اللي يعرف يكتب محتوى رواتبهم جدا عالية، وأصحاب البزنس يحتاجونهم، وتقدر تتعاقد مع 3-4-5 جهات وتشتغل لهم من البيت وتدخل فلوس مرة كثير. ليش ما تلتفت لهذه المهارة؟ هل تحتاج تطوير؟ إيه تحتاج تطوير، ما في شيء مجانا، ما في شيء مجانا. تبي أنت ضغطة زر كطق زاد دخلك؟ ما في حلول. الحلول السريعة ذي ها رح دورها عند النصابين والمحتالين، دورها عند النصابين والمحتالين. أما الكلام اللي يجمد على الشارب، البدو يقولون ما يدسم شاربه إلا من غبره، ما تستطيع أنك تدسم شاربك بالأكل الدسم والأكل الحلو والذبايح والدنيا إلا إذا اشتغلت وطورت مهارة. اليوم أنت ممكن تروح لي، أنا أتذكر هذه قصة صارت لي ما هي بنقلا عن أحد، وأنا صغير والدي الله يحفظه ويطول في عمره أرسلني قال لي أبغاك تغير كولون فيه محل معين، قال يغير الكولون حقه. ورحت والله اشتريت الكولون وخدت مفك ورحت وابغى اغير، ولجهلي والله ما عرفت اغيره، كنت في المتوسط ما عرفت اغيره. وش اسوي انا عاد ما ابغى ارجع له اقول له ما عرفت، فايش سويت؟ رحت والله رحت محل كذا قريب ولقيت لي عامل باكستاني، قلت له انا عندي كولون ابغى اغيره، قال لي تعال شوي. جاء المسمار أنا فكيته، بس جاب المفتاح اللي كان معي وحطه في الكولون وسحبه وجاب الكولون الجديد وغيره، وما أخذت منه دقيقة. وأتفق معي كم ما الله ناس المبلغ، بس أعتقد كان 70 ريال 50 ريال 100 ريال شيء زي كذا، يعني أخذت منه دقيقة. فقلت له، قال لي يلا أعطيني فلوس. قلت له ما أخذت منك دقيقة، قال لي كذا والله هذه يعني سالفة قديمة وأنا صغير. قال لي هذا العامل الباكستاني كلمة جدا بسيطة لكنها هنا صارت، قال أنا أعرف أنت ما تعرف، بس أنا أعرف أنت ما تعرف، أربع كلمات، أنا أعرف أنت ما تعرف. طبعا بحكم أني اتفقت معاه أعطيته المبلغ، لكني وقتها انغبنت، يعني كان مهارة بسيطة أقدر أسويها، أقدر أسويها بنفسي بس لأني جاهل. كذلك اليوم لا تتوقع انه يكون دخلك عالي الا كل ما كانت المهاره صعبه. اليوم انت ممكن تروح لطبيب تجلس معاه 15 دقيقه 12 دقيقه ممكن 20 دقيقه، تدفع له 350 ريال او تدفع له 500 ريال. ليش؟ الرجال اشتغل على نفسه 7 سنوات كرف درس تعب. ممكن تروح لمحامي تدفع له 1000 ريال مقابل استشاره مدتها كلها على بعضها 20 دقيقه. 15 دقيقه انت مو 17 دقيقه انت قاعد تسولف تشرح له القضية، بعدين هو يجاوبك جواب واحد يقول لك يا يمين يا يسار سو كذا أو سو كذا، هذه ما تأخذ ثواني. بعدين بقية آخر دقيقتين قاعد يشرح لك ليش المفروض تروح لهذا الاتجاه، صلى الله وبارك 20 دقيقة أخذ 1000 ريال. بينما شخص آخر يجلس ساعات طويلة. يا جماعة الخير بس عشان نكون واضحين، ترى أنا لا أقلل والله العظيم لا أقلل، يعني أنا في يوم من الأيام اشتغلت في وظيفة ب 1200 ريال، أنا شخصيا أيام الجامعة اشتغلت بوظيفة براتب 1200 ريال، ما أستقل الشيء هذا، بس أنا جالس أتكلم عن الأشخاص اللي عندهم طموح، الشخص اللي يبغى يزود دخله، الشخص اللي مستعد إنه يبذل، أنا هذا خطابي له، فما أقلل من أحد. اليوم اللي يشتغلون في أوبر وكريم والبرامج والتطبيقات هذه اللي يكرف يوم من يوم، يعني تلقاهم أشخاص مجتهدين، ناس صادقين، ناس يعني ما هم لعابين، ناس قاعد تكرف فعلا، تلقى عنده مهارة ما استغلها، عنده مهارة ما استغلها، فقط كان بإمكانه يزود دخله بمراحل لكنه ما التفت،
ما التفت لهذا الشيء. وعادي جدا، عادي جدا يا جماعة الخير، انك انت تروح لشخص في شيء يسمى الكارير كوتشنج، او زي الشخص اللي يساعدك في عملية الترقي الوظيفي، او شخص تروح له يساعدك في استكشاف وش الشغلة اللي ممكن انت تشتغل فيها وتدخل فلوس، ويكون راس مالك عبارة عن ايش؟ راس مالك انت، انت راس المال، انت راس المال، انت عبارة عن شركة قيمتها 3 مليون، انت شركة عبارة عن قيمتها 10 مليون، اذا تقدر تدخل في السنة 100 ألف، 200 ألف، 300 ألف بس من مهارتك، خذ الرقم ذا اضربه في 12، هذا قيمة، هذا قيمتك انت لو انك شركة، ترى هذا قيمتك. استخدم طبعا مكرر ربحي 12. اول ما نتخرج من، اول ما نتخرج من الجامعة الرصيد حقنا صفر، ويمكن عندنا ديون بعد، صح؟ لكن راس مالك البشري ترى مرة غالي، مرة كبير، بس انت ما عرفت تستغله، فقط انت ما عرفت تستغله، او تحتاج احد يوجهك للاتجاه الصحيح فقط. خلاصة القول عشان بس نرجع، عبد الله اول شيء اشكرك يا عبد الله اللي سألتني السؤال الجميل، خلونا نسوي مراجعة للكلام اللي قلناه في البداية. حتى تستثمر يجب انك انت تركز على موضوع زيادة الدخل، زيادة الدخل تكون من خلال التطور الوظيفي لأغلب الناس، من خلال التطور الوظيفي أو العمل كفريلانسر أو العمل بالمهن الحرة المرنة. 3 أشياء هي اللي تزود دخلي. أزود دخلي ليش؟ لأنه ترشيد الاستهلاك قد لا يكون هو الحل المثالي. راتبك 4000، يجيك واحد يقولك رشد استهلاكك عشان تدخر، ها؟ قل له ضف وجهك، مع احتراماتي، مع احتراماتي، 4000 رات يعني دخل منخفض، أنا آسف جدا، 4000، 5000 متزوج، هذا دخل منخفض اليوم، مرة منخفض. واحد أنت دخلك منخفض، يجي واحد يقولك رشد استهلاكك، هذا حافظ مش فاهم. لا يا جماعة، زيادة الدخل حل، بل قد يكون حل أفضل الناس. زود دخلك حتى تصنع فائض، صنعت فائض استثمر. كيف تستثمر؟ قدامك طريقين. الطريق الأول اللي هو الاستثمار الاقتصادي، اللي هو الأصعب، اللي هو الأعلى مخاطر، اللي هو الأكثر ربحية، الذي لا يصلح لأغلب الناس. الاستثمار الاقتصادي هو أنك أنت تسوي مشروعك الخاص، وهذا مو بالحل المثالي لكل الناس. الحل الثاني أو الاتجاه الثاني اللي هو الاستثمار النقدي. ميزة الاستثمار النقدي أنك تقدر تبدأ فيه بمبالغ بسيطة، 500 ريال، 1000 ريال، 2000 ريال، وتنوع استثماراتك، استثمار ما بين أنواع الأصول، وتنويع جغرافي، وبضغطة زر، ومن ملحق بيتكم، ولا من الاستراحة، ولا من أي مكان، ولا من الجوال. عبر الـ5 أنواع الأصول الاستثمارية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، السلع والأسهم والعقار والسندات. أنا عندي ذبانة هنا أشغلتني، السلع والأسهم والعقار والسندات والبديل الشرعي لها، الصكوك والودائع والأسواق النقدية اللي هي الودائع، والبديل الشرعي لها المرابحة. 5 أنواع من الأصول الاستثمارية. كيف أستثمر فيها؟ قدامك أيضا طريقين. الطريق الأول اللي ما يصلح لأغلب الناس، قلة من الناس يصلح لهم، اللي هو المحلل المالي، شخص دارس مالية، درس بكالوريوس مالية، أخذ CFA، اشتغل في الشركات المالية، عنده الموارد اللي يحتاجها، وعنده القدرة إنه يدير استثماراته بنفسه. هذول قلة من البشر، أو مهندس، أو شخص عنده الوقت إنه يتعلم المهارات هذه في وقته الخاص. وصار تلقى مهندسين وأطباء فرغوا أنفسهم سنين وتملكوا هذه المهارات، لكنهم ذولا قلة. أغلب الناس وش يقدر؟ أغلب الناس استثمر يا حبيبي عبر الصناديق الاستثمارية، آلاف الصناديق الاستثمارية في انتظارك عشان تستثمر فيها، وفيها ملايين، مليارات، مو ملايين، مليارات، وعددها بالآلاف، وأنواعها كثيرة، في منها السيء وفي منها السيء، في منها الجيد وفي منها السيء. نوع استثماراتك من خلالها. طيب كيف أنا أنوع استثماراتي في الصناديق الاستثمارية؟ أيضا قدامك طريقين. أنا يبغالي أسويها إنفوغرافيك. قدامك طريقين، إما أنك أنت تتعلم هذه المهارة، أني أنا أوزع فلوسي على الصناديق الاستثمارية، وهذه أنا أشرحها في دورة الاستثمار الشهري وإدارة الثروة، وإما أنك أنت تروح للمستشارين الآليين الموجودين اليوم. في 3 شركات اليوم شغالة في السعودية كمستشارين آليين، وفي رابع على الطريق إن شاء الله، تقدر تستثمر من خلاله. أو تقول لا والله أنا بروح العاصمة الرحيلي، ولا أي شخص موجود يقدم هذه المادة، وتروح تعلم منه.
طبعا فيه حلقة في المنتصف أنا ما تكلمت عنها، اللي هي ما بين زيادة الدخل وما بين الاستثمار، اللي هي مرحلة اللي هي الإدارة المالية الشخصية. يجب أن يكون لديك حد أدنى من المعرفة في معرفة إدارة دخلك ومصاريفك. بعض الناس يعتقد الموضوع بسيط، أنا أروح الواحد يعلمني كيف. إيه أنت ممكن تتعلمها عن طريق الأونلاين، تقدر تدخل جوجل تكتب personal finance management، تقدر تكتب إدارة المالية الشخصية، تكتبها وتبحث وتلقى آلاف إذا ما كان ملايين الصفحات اللي تتكلم عن الإدارة المالية الشخصية ومدارس مختلفة، وتتعلمها بنفسك وتقدر بكل بساطة. أنا بكرة عندي دورة الإدارة المالية الشخصية، نسيت ذكرتوني ما حطيتها أنا في البايو حق تويتر أو المساحة هذه، باقي لها ساعات ونقفل التسجيل فيها 6 ساعات، أشرح لك كيف تتعلم إدارة دخلك ومصاريفك. هذه مرحلة تسبق إيش؟ تسبق إنك أنت تبدأ عملية الاستثمار. ينفع واحد يتعلم قيادة الرالي أو التطعيس ها وهو ما نظم المطبخ الداخلي، ما رتب أموره الداخلية، رتب أوراقه الداخلية، وبعدها صار إيش؟ ثقة، يقدر اليوم يدخل اليوم عملية الاستثمار وهو إيش؟ عنده سيولة طوارئ. اليوم أنا لو بسافر المدينة، ما راح أسافر المدينة هو وما معي استبنة. لو بسافر بسيارتي ما راح اسافر الا معي السبنه كفر احتياطي. كذلك عمليه الاستثمار فيه ادوات واسلحه يجب ان تكون موجوده. ما هي صعبه، لا ابدا، سهله. الجزء الصعب فيها الالتزام. ليش احنا نقول التزام؟ لانه اليوم يا جماعه الخير اغلب الناس، يعني اليوم لو تشوفون مثلا المدخنين، لو تتكلمون مع اي مدخن تقول له هل التدخين مضر؟ يقول لك نعم التدخين مضر لكنه يدخن. فبالتالي المعرفه لا تنعكس على 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 السلوك دائما. اليوم ممكن احنا ناكل اكل غير صحي، الفاست فود، ها، مشروبات غازيه، احيانا احنا نسوي اشياء واحنا نعرف انها غلط، صح؟ فبالتالي معرفتنا بالشيء لا يعني انه راح نسوي الصح دائما. فالجزئيه الصعبه حقيقه هو الالتزام بالمعرفة اللي أنت تعلمتها. عبد الله كيف الجواب؟ عسى الجواب كان مناسب. لا إن شاء الله وضحت بعض أكثر الأشياء وضحت إن شاء الله حكون معك في الدورة. حياك الله. أنا بكرة عندي دورة الإدارة المالية الشخصية، مدتها يومين 6 ساعات، كل يوم 3 ساعات في الفترة المسائية، موجهة للموظف. حتى لو كان معرفتك الإدارة المالية الشخصية ممتازة، ادخل فيها تأكد انه ما في فراغات، تأكد انك انت فاهم صح. 6 ساعات، العائد على الاستثمار حقك جدا عالي. 6 ساعات من وقتك فقط، لمدة يومين تتعلم كيف تدير دخلك ومصاريفك. خلصت، برافو، تجي المرحلة الجاية اللي هي الاسبوع القادم، عندنا دورة الاستثمار الشهري وإدارة الثروة. انا لست عالم، انا ما عمري قدمت للناس على اني عالم، انا ناقل للمعرفة واعرف ابسط المعلومة، أعرف أبسط المعلومة لغير المتخصص. هذا الجاب اللي أنا قاعد أغطيه في السوق. بعض الناس يقول يا عاصم الرحيلي أنت تعتقد أنك أنت يعني ما شاء الله عالم، لا ماني بعالم، أنا ناقل للمعرفة. أنا أقدر أخذ المعلومة المعقدة، المعلومة الصعبة، أوصلها لك وأعطيك مثال عملي وأخليك تسويها بنفسك وتتعلم فقط. هذه هذا الجاب اللي أنا قاعد أغطيه، أختصر عليك وقت. المعلومات اللي أنا قاعد أقولها وأتكلم عنها ما هو بشيء جديد ترى يا جماعة الخير، حتى لا ندعي، يعني لا نطلع قدام الناس على كأننا أشخاص علماء، لا لسنا علماء، إحنا ناقلين للمعرفة فقط، نعرف نبسط المعلومة. ولله الحمد ربنا آلاف الأشخاص اللي يتابعوني عبر التيك توك، ادخل على البايو حقي، راح تلقى الآن في البايو مكتوب موقع الرحيلي.com اللي هو الدومين حقنا، تدخل عليه تلقى دورتين، صفحة للدورات، دورة الإدارة المالية الشخصية ودورة الاستثمار الشهري وإدارة الثروة. دورة الإدارة المالية الشخصية هذه بكرة راح نبدأ فيها الثلاثاء والأربعاء من الساعة 7:30 مساء إلى الساعة 10:30 مساء، 3 ساعات أعطيك الأدوات اللي أنت تحتاجها. وبعدين عندنا يوم ثاني يعني 6 ساعات نتكلم فيها عن مهارات الإدارة المالية الشخصية، ونتكلم فيها عن إطفاء الديون، وموضوع زيادة الدخل، وموضوع كيف تتعامل مع القروض، ويعني باختصار شديد كبسولة معرفية العائد على الاستثمار فيها جدا عالي. والأسبوع القادم بإذن الله عندنا 5 أيام دورة الاستثمار الشهري وإدارة الثروة. والله الحمد خلال السنتين ونص الماضية دربت أكثر من 7000 شخص، والله الحمد كلهم الحمد لله بدأوا تطبيق
أو عشان نكون أكثر واقعية، جلهم بدأوا تطبيق وشافوا النتائج، شافوا النتائج. جميل جميل تفاعلكم. طيب طبعا الحاضرين معنا في التيك توك ما شاء الله عليهم أسئلة. طيب عبد الله عندك شيء ولا خلاص؟ حياك الله. طيب عبد الله الثاني، عبد الله السهلي، تفضل عبد الله السهلي. عبد الله السهلي تفضل. طيب خلونا ناخذ هنا شخص والله ما تفضل، احنا بناخذ طلب استضافه او طلب او ناخذ جيست على بلغه اهل التيك توك، تفضل. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. أسعد الله مساك أخوي عاصم بكل خير. حياك الله. محمد من وين أنت؟ أقول أنا من جدة طال عمرك. يا أهل وسهلا. أقول سبحان الله أخوي عاصم، قبل شوي لما تتكلم تقول الدورات والحلول للقروض وإلى آخره، فيعني جاء في نفسي أمر قلت سبحان الله، يعني أغلب الطرق موجودة يعني عندي أنا وعندك وعند الآخرين، الإشكال في التطبيق. يعني أنت تعرف أنك إذا سويت الأمر الفلاني 1 2 3 بإذن الله تعالى أنك تقضي على الديون بسرعة، أو يعني تدير نفسك ماليا بشكل أفضل من أول، لكن الإشكال في التطبيق. لذلك أنا عندي سؤال أخوي عاصم، كيف الواحد يقدر يعني يتغلب على هذه العقبة ويبدأ يطبق؟ يعني أمور كثيرة تحبها وتقول أبغى أسويها لكن ما أقدر. حلو، شوف يا محمد، سؤالك أول شيء طبعا يا جماعة الخير، محمد يسأل باختصار شديد، يقول أحيانا إحنا نعرف المعلومة الصحيحة أو نعرف الطريقة الصحيحة بس نواجه صعوبة في التطبيق، كيف الممكن أن الشخص العادي يقدر يتجاوز الشيء هذا؟ هذا سؤال جدا جدا رائع. شوف يا محمد، نحن كبشر عندنا تحيز الى الكسل، نحب الكسل، نحب الراحه، نحب يعني نبغى النتائج السريعه، هذه تحيزات انسانيه نفسيه موجوده فينا. بالتالي حتى تعالجها يجب اول شيء ان تعترف بوجودها، يجب ان تعترف انه احنا تصرفاتنا ليست عقلانيه 100%، لا، جزء منها عاطفي. والدليل محمد، قد دخلت محل ملابس برا السعوديه او جوا السعوديه وشغلي لك موسيقى؟ ايوه نعم. نعم، الموسيقى والاغاني وكذا يحسك انك انت كانك في فيلم ولا كذا، وبالتالي ايش؟ يحفزك انك تشتري اكثر. ليش؟ لانهم يعرفون انه قرار الشراء ما هو عقلاني 100%، جزء منه عاطفي. فكذلك اليوم انت تسوي القرارات الصحيحه اللي انت مقتنع فيها، يجب ان تسهل على نفسك هذا الاجراء الصحيح. مثال، أنا أعطيك مثال لأنه يكون مثال يصير كلام نظري. هذا أحد الأصدقاء يقول يا عاصم أنا دائما أسجل في نادي، يقول أروح أسجل في نادي ولا ألتزم، أسجل في نادي ولا نادي رياضي. يقول فكرت وش ممكن أسوي حلول عشان أجبر نفسي على الالتزام بالذهاب للنادي وبالتالي أسوي أمارس الرياضة، لأن نعرف أن الرياضة مفيدة. اللي سواه انه راح للنادي وصار سجل سنة كاملة عشان يقول انا ادفع حق الجميع، احس اني انا دافع فلوس فلازم استغل المبلغ اللي انا ايش دفعته. يقول واتفاجأ الالتزام عندي اوكي تحسن شوي بس ما زال سيء جدا بعد، يعني تحسن طفيف. وفكر ولقى، قال انا بسوي هو طريقة، قال انا لازم أسهل على نفسي الخطوات الصحيحة. فإيش سوى؟ صار قال لزوجته يا زوجتي العزيزة جهزي لي شنطة الرياضية قبل لا أروح للدوام، أخذ الشنطة معي، أركب سيارتي، أداوم، وأنا راجع للبيت يكون النادي اللي أنا مشترك فيه على نفس الطريق حق البيت. حتى أنه ترك يعني أحد النوادي المشهورة اللي منتشرة فروعها، بس ليش؟ لأنه فروعها ما هي موجودة على طريقه، اختار نادي متواضع لكن فرعهم على نفس طريقه في البيت، ما يلف لا يمين ولا يسار، هو بس يمشي على نفس طريق البيت ثم يروح فقط.
يعني تغيرت نسبه الالتزام عنده بشكل عالي جدا. كذلك اليوم نجي عند موضوع الاداره الماليه الشخصيه، كذلك اليوم نجي عند موضوع الاستثمار، كونك تعرف المعلومه الصحيحه، كونك تعرف الاجراء الصحيح او الطريقه الصحيحه، قد يخفى عليك اللي هي الوصله، الوصله اللي تسهل عليك هذه العمليه. انا اتفق تماما مع سؤالك محمد، واشوف سؤالك وجيه وفي محله حتى. اتمنى ان جوابي كذا يعني واضح ولا ما زال عندك؟ لا 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 واضح واضح، لا 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 ما شاء الله واضح واضح. انا طبعا ما ابغى اقول يعني كم الراتب، لكن راتبي انا مرتفع، لكن مع ذلك يعني احس انه يعني يطلع سلام من اول اسبوع اقول يا رب سلم سلم، متى الراتب الجاي؟ طيب انا اقول لك شيء يا محمد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير. يعني أسوأ شيء ممكن انه يسويها الانسان انه يتوقع ان حياته وظروفه تتغير بدون ما يغير مدخلاته. يجب ان تغير، يجب. طب كيف تغير؟ قد يتطلب انك انت تطور معرفه، قد يتطلب انك تقرا اكثر، قد يتطلب انك تاخذ استشاره، قد عده طرق مو طريقه واحده. يجب ان تغير مدخلاتك انت اذا 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 راح تتعامل مع راتبك دخلك بنفس الطريقه دائما، انت راح تكون في دائره مفرغه، راح تستمر تسوي نفس الطريقه. لازم في شيء يغير الباترن هذا، يعني شيء كذا يغير الموضوع. وهذه انا اشرحها في دوره الاداره الماليه الشخصيه، لاني انا مؤمن انه احنا يعني البشر عموما، بشر عموما يحبون العمليه اللي تكون بسيطه. يعني اي حل مالي يجب ان يكون سهل وبسيط. كل ما عقدت العمليه كل ما كان الموضوع اصعب. لذلك انا حتى دوره الاداره الماليه الشخصيه يمكن بعضكم اكتب احيانا التلقائيه في الاداره الماليه الشخصيه. انا احب التلقائيه، كل ما كان الموضوع تلقائي، كل ما كان الموضوع عفوي، كل ما زادت احتماليه انك تلتزم بالخطه. يا محمد انا انت ما ذكرت راتبك، بس لو انا اقول لك شيء يمكن تتفاجئ. انا شخصيا شفت ناس رواتبهم فوق 50,000، والله العظيم اني رايت اشخاص رواتبهم فوق 50,000 ويمرون بمشاكل ماليه ويقترضون. والله على ما اقوله شهيد، والله العظيم لا اله الا الله، يوجد رواتبهم فوق 50,000 وعندهم مشاكل ماليه ويقترضون. هذا الكلام انا ما اقوله، يعني انا احلف بالله بالكلام هذا. بالتالي كونك تعتقد انه انا ترى مشاكل الماليه فقط انا ابغى زياده دخل، نعم قد يكون زياده دخل جزء من الحل، انه ليس كل الحل، ليس كل الحل ابدا. صدق. طيب اخوي عاصم ايش رايك طويل العمر السلامه في الاستثمار في يعني ما يسمى بالعمل الحر؟ يعني بمعنى ان مثلا عندي معرفه معينه يعني في تخصص معين، اما في تطوير الذات او في مثلا الجوانب القانونيه او في الجوانب الماليه او غير ذلك، اني يعني بما عندي من خبرات وبما عندي من معرفه وعلم اني ابدا. راس مالك نعم. جهدك ومهارتك ولا راس مالك فلوس كمان؟ لا جهدي ومعرفتي وعلمي في هذا. هذه تجربه تقريبا مجانا، خساره وقتك. يعني عندك يعني معليش اني انا اجرب وقتي، ترى يعني لما انت تروح تجرب بفلوسك ووقتك خساره هي اعظم بكثير مما لو جربت بس بوقتك. ولا لان لما تجرب بفلوسك ووقتك مع بعض لو خسرت خسرت حاجتين، لو جربت بس بمجهودك بالعكس هذه اقل خساره من جرب في مشروع خاص. جرب. اغلب الناس تمر عليه السنين وهو يفكر، اغلب الناس اللي انا شفته في حياتي وقته قاعد يروح وهو يفكر، قاعد في استراحه ولا قاعد في القهوه وعنده الاف الافكار تمر عليه السنين، خلف السنين ورا السنين، سنين ورا سنين ما سوى شيء. انا اشتغلت فتره في البنك، وطبيعة عملي تخليني أقابل ناس. والله يعني جزء كبير منهم أشخاص مستوى الذكاء عندهم جدا منخفض، لكن الله سبحانه وتعالى وهب الجميل جدا الجرأة والفعل. ما يطول في التفكير، اللي يطول في التفكير ذا مكانك سر، مكانك سر فعلا. لا لا. فعلا والله أخوي عاصم أعرف لي ناس أذكياء وقلت له انت لو تستغل مهاراتك هذه انت بتطلع يعني ملايين ترى.
وفعلا مثل ما ذكرت، الذي لا يتقدم يتقادم. فأنت لما تجعل جسور أمامك وأشياء كبيرة ويعني تمنع من أنك تصل أو أنك تمشي، سبحان الله، وهو الحقيقة هذا شيء مجرب، ما أنك تبدأ وبسم الله. الأخطاء لا بد أنها تقع، إحنا خوفنا من الوقوع في الخطأ ترى مشكلة، يعني إحنا نكبر هذا الأمر، نجعله يعني شيء كبير، كبر يعني كبر الجبال، إنه إذا وقعت الخطأ كان مصيبة. لا يا عمي، الخطأ يقع من أي واحد، وإذا وقعت أنا في الخطأ أنا أعالج هذا الخطأ. ولذلك أنا أقول أخوي عاصم، فعلا أنا وجدت كثير من الناجحين يشتركون في يعني أمور كثيرة، لكن من الأمور التي يشتركون فيها هو الإقدام، إنه يقول بسم الله ويلا يبدأ. وسبحان الله في أغلب المجالات أخوي عاصم ترى الطريق فاضي، الطريق فاضي بس أنت امشي. صحيح، الله يعطيك العافية محمد. كلامك جدا مثري، يعطيك العافية. شكرا أول شيء على سؤالك الجميل، شكرا على تعقيبك الله يعطيك العافية في بالغ الأهمية. أتمنى أنه يعني الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك يا محمد، الله يجزاك خير، وإن شاء الله بإذن الله في قصات أخرى نلتقي معكم بإذن الله تعالى. حبيبي حبيبي. طيب يا جماعة الخير، محمد ترى ما أعرف أطلعك، فأطلع من نفسك إذا تكرمت. والله أنا ماني عارف، لكن الآن بسوي إن شاء الله بإذن الله. طيب، بتوع تويتر، نبغى مشاركات من بتوع تويتر، نبغى مشاركات من الموجودين معنا في تويتر، ها نبغى مشاركات، أسئلة أو تعقيب على ما اللي تكلمنا عنه في البداية. في شخص الآن قاعد يتكلم عن موضوع البخل. أي واحد يجيب لي طاري البخل أقول له كلمة واحدة، ما هو تعريف البخل يا صديقي؟ ما هو تعريف البخل؟ ما هو تعريف البخل؟ أعطوني أجوبتكم. مين يبغى يشارك؟ بزنس فاطمة، حسين، أعطونا ما هو تعريف البخل؟ تعريف البخل التقشف؟ لا، غير صحيح. لا، غير صحيح. ما هو تعريف البخل؟ البخل هو منع المال عن مقاصده مع القدرة. أم العيال أو زوجتك تتصل عليك تقول لك والله جيب لنا كذا، جيب لنا صامولي، جيب لنا لبن، جيب لنا كذا، وأنت تقدر والبيت يحتاج، تقول لا لا عصمت الحين، يقول رشد الاستهلاك. لا يا حبيبي، هذا بخل، هذا اسمه بخل. لكن إنك أنت تمتنع وتقول والله أنا ما راح أسافر كل سنة مرة، بسافر كل 3 سنوات مرة، أو ما راح أسافر، أنا والله ما راح أروح مطاعم لأنه أنا أقدر أكل في البيت ووضع المادي لا يحتمل الشيء هذا، هذا مو بخل. إنك تدرس وضعك المالي وتعرف قدراتك، هذا مو بخل. البخل منع المال عن مقاصده مع القدرة، نقطة السطر. هذا تعريف البخل يا جماعة الخير. ولا يجيك واحد يقول لك وفر قيمة القهوة وبتصير ثري، لا مو بصحيح. هذا مثال فقط على استخدام المصاريف المتكررة، وكيف إن لو وفرت كم بتوفر في السنة، كم بتوفر في 10 سنوات، ولما تطبقها على عدة أشياء كم تقدر توفر، وهذه المبالغ ماذا لو أنت استثمرتها كم راح تطلع منها، فقط هذه هي. أما من قهوة فقط بتصير ثري، هذا كلام فاضي. أعتقد إنه إحنا كملنا ساعة في هذه ال، شكرا لك يا يوسف، أنت المبدع، أنت المبدع يا حبيبي. نعم، حرمان النفس مع من الموجود، نعم نعم. لا، الإنسان يا جماعة الخير، الإنسان يعيش حياة متوازنة، حياة وسط. اليوم أنت مهم، وأنت بعد التقاعد، بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، بعد 10 سنين أيضا مهم. فأنت يجب أن تقف باتزان ما بين احتياجاتك ورغباتك وتدليع نفسك اليوم، وما بين احتياجاتك إذا تقاعدت لما تكبر وتضعف وينقص راتبك، والفلوس في ذلك الوقت انخفضت قيمتها الشرائية. جهزت لهذا اليوم ولا بذاك اليوم تيجي نلقاك ها وضعك المادي سيء فقط لأنك دلعت شخصك في وقت الحاضر. لا تحرم نفسك في المستقبل ولا تحرم نفسك في اليوم، وقف وقف التوازن. ترى الوسط زين يا جماعة الخير، لا بالعكس، زود دخلك ودلع نفسك ورفع عن نفسك واستثمر، زود دخلك بشكل مستمر. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف اللي تفكيره فقط في ترشيد الاستهلاك. أنا بالنسبة لي هذا أشوفه أوكي، ممكن يكون حل لبعض الناس، لكن ترى الأفضل اللي يزود دخله
الأفضل هو القوي اللي يزود دخله، اللي يزود دخله، اللي ما يحتاج أحد، يتوكل على الله ويتعلم الأسباب ويبذل الأسباب إنه يزود دخله بشكل مستمر. إذا أنت تضيع وقتك، وقتك كله مع أشخاص دخولهم منخفضة، أوضاعهم المادية سيئة، دائما حزينين، دائما زعلانين، دائما مكتئبين، تراك بتصير مثلهم. إذا أنت تختلط مع أشخاص مليانين طاقة، أشخاص دائما يفكرون باتجاه الصحيح، دائما يفكر كيف يزود دخله، حتى والله لو بأشياء بسيطة، يقول لك أنا بجيب بضاعة وبعدين بسوي لي متجر في سلة ولا في زد، وبعدين ولا ببيع عن طريق الواتساب، ولا بروح حراج، والله أنا لقيت الشغلة الفلانية. هذول اللي يشتغلون، ها اللي يشتغلون، دلني على السوق. هذول الأشخاص هم الرهيبين يا جماعة الخير. أما الأشخاص اللي يقعد تقعد معاه، الحياة صعبة، الأسعار غالية، أنا ما عندي فلوس، أنا مطفر، أنا بس يشتكي يشتكي، هذا ترى يعني كان الله في عونه. طبعا انا اعرف انه في ناس تمر بازمات وكذا، وانا والله اتعاطف معهم حقيقه، ولو لو بيدي كان والله يعني اساعد الكل واتكلم مع الكل واوصل الكلام هذا مع الكل، لكن كل يبذل. يعني في النهايه انا يعني عندي منصاتي او الاماكن اللي انا اتكلم منها، وفي غيري، هناك اشخاص كثر غيري ما شاء الله تبارك الله اسماء معروفه في نفس الاتجاه، ينشرون الوعي المالي. اتمنى انه كان بث يعني خفيف. اللي يحتاج استشارات، نعم، فقط يكتب في جوجل مكتب عاصم الرحيلي استشارات الماليه، يقدر يحجز، يقدر ياخذ استشاره. مع اني انا ادعو دائما الدخول لدوره الاستثمار الشهري لدارة الثروه، لان هي اللي بتختصر لك اغلب العائد على الاستثمار بالنسبه لك عالي جدا. ونلقاكم على خير، نشوفكم على خير، فمان الله، مع السلامه.